تتميز المناطق والمحلات البغدادية بمساجدها وقبابها، وأبرز المساجد في المنطقة جامع الشيخ صندل، وهو من مساجد بغداد القديمة التراثية، ويحتوي على حرم واسع المصلى يتسع لأكثر من 200 مصل، وفيها ساحة الرحبة، وعلى المسجد قبة كبيرة، وتعلو الحرم مئذنة مبنية من الطابوق المزرقش بالكاشي الملون الكربلائي. وقد أمر السلطان العثماني عبد الحميد بعمارته بعد أن أشرف على الخراب عام 1309 للهجرة 1891 ميلادية، ثم جدد من قبل وزارة الأوقاف عام 1942. وكانت مدرسته من مدارس بغداد المهمة الشرعية، تخرج منها كبار علماء العراق، لكنها ألغيت بعد قرار الحكومة العراقية بإلغاء مدارس الأوقاف في المساجد والجوامع عام 1968. عينا على الصلاة، عينا على الصلاة. وتعود تسمية المسجد إلى الشيخ صندل بن عبد الله عماد الدين أبو اليمن الحبشي المقتفوي، نسبة إلى الخليفة العباسي المقتفي بالله، وكان إمام الدارين وعميد الجيوش في بغداد. ولقد توفي عام 593 للهجرة الموافق 1196 للميلاد.